بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير توجد مقابلة جديدة مع مارت رمضان ديمير وأفرا سراج أغلو بيرل بوزام دريم بولات وجوز دا كانسو أي فريد سايران سونا كاظم وغولغون سيظهرون على شاشة قناة MTV العربية بلقاء قريبا لم يتم تحديد موعده وحال تحديده بالتأكيد سأقوله لكم ولكن يا أصدقائي هذا اللقاء لم يتم تصويره حديثا حيث تم تصويره في شهر يونيو أي شهر السادس من هذا العام ولكن تأخر وقت عرضه لغاية الآن ونشرت المذيعة هذا الفيديو لمارت رمضان ديمير وقالت إنها ستنشر فيديو آخر لأفراس سراج أوغلو وبالتأكيد سأنشر لكم كل تفاصيل هذه المقابلة فانتظروني إلى اللقاء بالفيديو القادم